بسم الله الرحمن الرحيم. السوق العقاري معنا اليوم هذه الفيلا مساحتها 13 لبنى حر، تتكون من بدروم ودورين وملحق طيرمان. الفيلا معها بوابتين، هذه بوابة وهذه بوابة. معنا هنا مدخل الدور الثاني والثالث والبدروم، وهنا مدخل الرئيسي. هذا القسم الرجال، معنا هنا صالة مفتوحة ومجلس، وجانبه الحمام مع المغسلة. هذا مجلس الرجال، معنا حمام رجال. القسم الداخلي صالة كبيرة مفتوحة مع درج، وهنا المطبخ. هذه الصالة، هنا حمام عائلي مع المغسلة. معنا هنا جناح حمام، غرفة نوم، هنا غرفة، وهذه غرفة أخرى.
نطلع للدورة الثانية. الدورة الثانية معنا هنا صالة مفتوحة والمطبخ، وهنا جناح ملكي. صالة والحمام. هنا معنا بلكونة. تقسيم الغرف كما في الدور الأول، المطبخ والحمام العالي. هنا معنا جناح كبير مع الحمام. وهذه أيضا غرفة نطلع للدور الثالث إلى الملحق. الملحق يتكون من جلسات استراحة، نطلع على صنعاء، وهذه فوق الملحق الطيرمانة. هنا مطبخ كبير، وهنا جناح. مع الحمام. الدور الرابع. طيرمانة. السلام عليكم. هذه الإطلالة الجميلة، وهذا هو الشارع الزفلت. معنا هنا أيضا حمام واستراحة أخرى والمجلس. إلى البدروم. عفوا، نصور هذه الاستراحة.
ننزل الآن إلى البدروم. هذا البدروم، هذا الحوش. معنا درجين، ثنتين مغاسل، حمام. والبدروم عبارة عن صالة كبيرة مفتوحة، بداخلها الحمام، الجاكوزي، وبداخلها ايضا داخل البدروم مطبخ، ماستر كيتشن. وبهذا نكون انتهينا من تصوير هذه الفيلا الرائعة. لا تنسوا من الاشتراك في القناة، قناة السوق العقاري على اليوتيوب، كذلك تحميل تطبيقنا السوق العقاري من متجر جوجل بلاي، وكذلك لايك وشير للفيديو حتى تصلك جديد العقارات في اليمن. دمتم بحفظ الله.